لما بيقولوا على مهنة المراسل الصحفي إنها مهنة البحث عن المتاعب، ده صحيح. إنما لما يكون المراسل موجود جوه منطقة حرب، يعني مراسل حربي أو مراسل عسكري، أكيد إن هو بيتجاوز مرحلة البحث عن المتاعب. 30 يوم تقريبا مرت على بدء العملية الشاملة سيناء 2018، وطلع عنها لغاية دلوقتي 14 بيان من المتحدث العسكري، وده في إطار إطلاع الرأي العام يعني على ما يحدث على أرض الواقع. بس في برضو صحفيين من ذوي الكفاءات كلفوا من قبل مؤسساتهم الصحفية والتلفزيونية بتغطية الحدث من أرض الواقع، ويقولوا لنا بالظبط الموضوع ظروفه ايه، الاهالي كانت عامله ازاي، الحاله المعنويه لجنودنا على هذه الجبهه في سيناء كانت عامله ازاي. وعلشان كده انا حبيت اقترب من الصوره اكتر باستضافتهم في برنامج اخر النهار النهارده. بحب ارحب بالاستاذ محسن الميري، رئيس القسم العسكري بجريده الجمهوريه. اهلا بيك استاذ محسن، منور. برحب ايضا بالاستاذ بهاء المهدي، نائب رئيس القسم العسكري بجريده الاخبار. اهلا استاذ بهاء، اهلا بيك، شكرا لوجودك معانا. بحب ارحب بالاستاذ احمد عبد الصمد، مراسل قطاع الاخبار بالتلفزيون المصري، وقبل كده احمد الحقيقه سنوات طويله وهو اشتغل معايا وكان طول عمره نموذج للكفاءه وانا فخور بيه. يعني اهلا يا احمد، اهلا بيك، فرصه سعيده جدا ان انا اشوفك تاني. وبرحب بالاستاذ احمد سنبل، طبعا المحرر العسكري لوكاله انباء الشرق الاوسط الف شين الف. اهلا بيك. اهلا بيك. ابدا مع استاذ محسن بسرعه كده اهو، لان انا عايزك تحكي لي عن التجربه. يعني لما بتكلف بانك انت تبقى مراسل عسكري وتروح الجبهه، يعني احكي لي المره دي كانت التجربه شكلها ايه؟ هو دي حضرتك يمكن تقريبا كانت المره الاولى ان احنا لينا كمراسلين حربيين، يمكن دي ده ما حصلش من بعد حرب 73 مباشره. يعني دي المره الاولى بعد حرب 73 ان احنا نكلف بتغطيه مراسل حربي، يعني العمليات نفسها. تمام. لما خدنا التكليف طبعا كلنا كنا خايفين، او كان عندنا نوع من القلق طبعا، لان اول مره ان احنا نروح في ساحه المعركه نفسها، في او زي ما بيقول كده في ساحه الحرب. كنا قاب قوسين او ادنى من الموت يعني زي ما بيقولوا. لكن بعد ما تخطينا حاجز القناه او عبرنا القناه مباشره، كاننا كل واحد فينا خد مصل ضد الخوف ضد الرعب. كان عندنا عزيمه وعندنا يعني الخوف والرهبه راحت. كانت ممكن تكون بتجينا على فترات، لكن كنا بنهرب منها باي شكل من الاشكال. لما بنشوف عزيمه الجنود وبنشوف القوات ومدى الحماس ومدى الفدائيه اللي في القوات المسلحه المصريه بجنودها، صراحه كان احساس ما اعتقدش انه ممكن يتكرر تاني مع تكلفه باي مهمه تانية غير كده. كلام مهم جدا، ويمكن يعني الظرف ده تحديدا هو ظرف صعب، لانه القوات المسلحه بتخوض حرب شرسه جدا ضد الارهاب، وعدوك يعني ملوش مكان محدد، فهو مستخبي لك في اكتر من حته وبترصد وجوده. والموضوع ده بيحتاج يعني دقه بالغه سواء في الاداء العسكري او في الاداء الاعلامي. كلمني عن الموضوع ده استاذ احمد ابو صمت. يعني يمكن يا استاذ معتز كلامي مش هيختلف كتير عن استاذ محسن. بالفعل احنا اول ما تلقينا او التكليف بتغطيه العمليه الشامله وسرد الاحداث اللي بتحصل هناك، يمكن كان في مسؤوليه ومشاعر مختلطه، مشاعر خوف مع مشاعر فخر وعزه، اللي احنا رايحين على البقعه دي تحديدا من ارض الوطن، وهي سيناء اللي التراب بتاعها يعني عاوز اقول ممزوج بدماء اجيال طبعاً. من جيل ورا جيل. يعني فعلا الخطر او الخوف ده انتهى تماما عندنا بمجرد ما عبرنا شرق القناه ونزلنا ارض سيناء.
دي كانت اول مره برضو بالنسبه لك انك انت تروح منطقه حرب بالفعل. وهو مش لي انا بس، للزملاء كلهم، ويمكن ده اول مراسل حربي او عسكري ينزل على ارض سيناء بعد حرب اكتوبر 73. تمام. عاوز اقول لحضرتك كانت المسؤوليه اكبر كمان، والسبب في ده اللي احنا معنيين برصد كل اللي بيحصل صوت وصوره وبامانه واخلاص شديد، واللي انا اجاوب على كل اللي بيدور في اذهان المصريين. دي برضو كانت مهمة مش سهلة، خاصة وجود حرب موازية، يعني في الوقت اللي الجيش والقوات المسلحة بتقوم بدحر الإرهاب، في حرب موازية موجودة وهي حرب الجيل الرابعة اللي موجودة طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط. فاحنا بنحاول إلى حد ما أرد على كل الشائعات اللي بتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد اللي احنا إلى حد ما وفقنا في ده. طيب هندخل في شوية تفاصيل، بس برضو أنا عايز أقترب من تجربة كل ضيف عندي، وأستاذ بهاء المهدي برضو ياريت تكلمني عن تجربتك مع التكليف ووجودك على أرض الواقع حيث المعركة في سيناء. هي دي المرة ما كانتش الأولى أن أنا أروح سيناء، من بعد الثورة في الأحداث الإرهابية اللي بتحصل هناك كنا بنطلع تغطية صحفية لجريدة الأخبار، بس المرة دي تختلف كتير جدا عن المرات السابقة، لأن احنا كنا موجودين مع القوات، بنبات معاهم، شايفين عيشتهم عاملة ازاي، شايفين الروح المعنوية العالية جدا ليهم، ان هم يعني كلهم إيمان وثقة باللي هم بيعملوه، وتصميم وعزم قوي جدا. مهما قلنا مش هنعرف نوصف الحالة اللي هم فيها، هم عايزين يخلصوا فعلا مصر من الإرهاب، بيحلموا باليوم اللي ينتهي فيه الإرهاب من أرض سيناء عشان تبدأ معركة تانية، وهي معركة التنمية والتعمير اللي احنا كلنا بنطمح ان هي تكون موجودة في أرض سيناء الغالية. طبعا يمكن سيناء لها طبيعة خاصة، انت لما تيجي تدخل أرض مقدسة، أرض مذكورة في القرآن، في رهبة كده للمكان، قدسية شديدة لما تيجي تدخل، روحانية للمكان رائعة أكثر من رائعة. بتحس إن أنت موجود على الأرض دي عشان تدافع عنها، إن الأرض دي بتكلفك إن أنت تطهرها من كل إرهابي. أنت حاسس إن التجربة دي يعني تقلت السي في بتاعتك؟ أكيد طبعا، أكيد يعني طبعا، يعني فخر لينا كلنا إن احنا نشارك في عملية زي دي، مراسل عسكري في حدث مهم زي ده. بالظبط بالظبط. طيب بالنسبة للصحفيين بتوع الوكالات الأنباء، متهيألي برضو بيبقى عليهم مسؤولية كبيرة وتقل كبير، لأنه غير المراسل اللي بيراسل الصحيفة ويبعت الموضوع والتحقيق والخبر، ده بقى برقيات عمال على بطال على مدار الساعة. يعني أنا أستاذ أحمد سنبل يعني متعاطف معاك، احكي لي برضو تجربتك كمراسل وكالة أنباء هناك. هو بداية الأول الموضوع كان بالنسبة لنا مش رهبة أو خوف إن احنا نروح سيناء، هي الفكرة كلها كان عندنا حماس فعلا إن احنا نغطي حاجة زي كده ونشارك جنودنا وأبطالنا هناك. بس النقطة كانت اللي زي أي مواطن بيسمع، النهاردة في قنبلة انفجرت، النهاردة في ضبط تكفيريين، فاحنا كنا في الحالة دي احنا مش يعني الوضع بالنسبة لنا وضع مش مرئي قوي أو مش واضح قوي، فبيبقى عندك حالة من القلق، أنا هتعامل إزاي؟ الجنود هناك عاملين إيه؟ المواطنين هناك عايشين ازاي؟ فكل ده كان جاي في دماغك وانت اول ما اقول لك انت ممكن ان شاء الله تروح تغطي العمليه الشامله. احساسك فيها كان احساس فخر طبعا، انت رايح تعمل حدث يمكن كتير ما كانش تعودنا عليه، ان مراسل حربي او مراسل عسكري موجود في مصر بيروح في ارض المعركه وبيغطي ويشوف الاوضاع فيها ايه على ارض الواقع عشان يقدر يكتب دوت، مش بقاش اللي هو مستني بيان بيكتبه او بينقل اي حاجه موجوده. الوضع بالنسبه لنا في الاول كان يعني كان شويه فخر وحماس كبير جدا، كان بس كان في النطاق العادي، النطاق اللي هو الشخصي. اما بعد كده بيحصل وانت لما بتبدا تتحرك بيبقى في عوامل، بتلاقي عوامل تزيد شجاعتك، بتزيد بتشيل منك الخوف، بتبدا تخلي عندك حماس اكتر. ده كله مرتبط بـ 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 بالحاله المعنويه اللي موجوده للجنود ولضباط الصف وللضباط، ايمانهم بالقضايا اللي هم بيعملوها. ده بيخليك تحس ان انت بتعملش حاجه، يعني بتحس ان الله، طب ده واحد قاعد في ارض المعركه وحاطط كفنه على ايديه طول الوقت، يعني زي ما تقول انت انا مش احسن منه. بالظبط، هي النقطه كمان مش حاطط كفه، هو حاسس ان هو اقوى من اي حد، دي شجاعه، انا مش رايح عشان اموت، لا انا رايح عشان اقضي على الارهاب. حته الاستشهاد لو جت بعد كده فهي من عند ربنا منحني الشهاده، لكن انا مش رايح عشان اموت، لا انا رايح عشان اقضي على الارهاب. في فرق بين الاثنين، انه ما عندوش روح انهزاميه ان انا اقدر اقول انا هموت عشان خاطر، لا هو رايح عشان يقضي على الارهاب ويطهر مصر. طيب
فيما يتعلق بالأداء المهني، يعني احنا كلنا فاهمين كويس جدا ان لما واحد بيجيله تكليف زي كده بيحس ان هو رايح يعمل يعني مهمة، عايز اقول يعني مهمة يعني وطنية على اعلى مستوى. بس لما بتحب مثلا احمد عبد الصمد تبتدي تراسل التلفزيون او تعمل لهم التقرير المصور، يعني بتتصرف ازاي في حالة وجود يعني ارتباك او 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 قلق او في معارك او في زي ما حد الزميل قال من شويه قنابل بتتفجر، ما اعرفش تكفيريين بيتم الهجوم عليهم، انت هنا بتتصرف ازاي؟ هي كانت التجربه من اولها لاخرها كان فيها نوع من انواع الخطر، بس الخطر ده انتهى عندنا بمجرد ما نزلنا ارض سيناء. يمكن انا كان عندي خوف الان، كل اللي حضرتك بتقول عليه ده كان بيدور في دماغي، انا هتصرف ازاي اول ما انزل، مين مسؤول عن تاميني في الوقت اللي القوات، يعني كل واحد خلينا اقول كان اعتقادي اللي هو بيامن نفسه ليس الا، لكن خلينا اقول انا لقيت يعني ضباط وعساكر او مجندين كان همهم تاميني قبل تامينه هو الشخصي في الوقت اللي فيه المعارك شغاله. وفي نفس الوقت خلينا اقول لحضرتك ان في هناك اعتقاد او حاجة بيؤمن بيها كل مقاتل موجود، وبالمناسبة هو تعريف كل جندي وضابط موجود في أرض سيناء أن هو جندي أو ضابط مقاتل بطل، وفعلا الصفتين دول هم صفتين من شخصيتهم اللي موجودين، هو مقاتل وبطل فعلا في نفس الوقت. جندي أو ضابط مقاتل بطل. هو ده التعريف بتاعه اللي مكتوب على أي سترة عسكرية هو لابسها، مكتوب عليه ملازم مثلا مقاتل بطل أحمد كذا. تمام. فدي فعلا صفتين أنا لمستهم موجودين فيهم، يعني مش أي حد يقدر اللي هو يتسم بالصفات دي، هو بيقاتل في نفس الوقت عنده نوع من أنواع البطولة والشجاعة، لما لاقي أن عندهم عقيدة بيأمن مؤمن بها تماما، وهي أن رصاصتك مكتوب عليها اسمك. بمعنى ان انت الرصاصه اللي جايه لك حتى لو جايه لك منين، الارهابي ده جايه لك من الحدود الغربيه للشرقيه، هو وهو خارج من المكان اللي هو جايه لك بيه الرصاصه دي مكتوب على اسمك، فهتجيلك هتجيلك كده كده هتموت. فاما اموت وانا شهيد وانا بدافع عن بلدي وعن عرضي احسن من اللي انا اموت وانا جبان او وانا مستخبي وانا ما بواجهش الموت بشجاعه وبطوله. فده الايمان اللي كان موجود عندهم. هي العقيده القتاليه اللي بيتميز بيها أفراد القوات المسلحة بالفعل. يعني معروف عنهم هذا، يعني عقيدة الدفاع عن أرض وتراب الوطن مهما كان التمن، يعني حتى لو التمن حياته. بيتمنوا كلهم، لما عملنا قبل كده يمكن بعض الفقرات كلهم بيقول لك إن إحنا بنتمنى الشهادة، يعني ده حقيقي. هنكمل في هذا الموضوع مع الشباب المراسلين العسكريين في أماكن مختلفة، وسائل إعلامية مختلفة، العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018. أكيد في قصص وروايات كتير عما واجههم على أرض المعركة، على أرض الواقع، بعد الفاصل. فخليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. برحب مرة تانية بضيوفي في استوديو آخر النهار، عدد من مراسلي المؤسسات الصحفية والإعلامية بيغطوا كانوا الجبهة أو العملية الشاملة سيناء 2018، ورجعوا من هناك ومحملين يعني حقائق تحدث على أرض الواقع. هروح بسرعة للأستاذ بهاء المهدي، نائب رئيس القسم العسكري بجريدة الأخبار. واحتمال بهاء لو تقدر تقول لنا تجربة أو حدث عالق كده بذهنك وممكن تعيشنا فيه في صورة أكتر. تمام. احنا كنا في خلال التغطية كنا بنطلع كل يعني يوم بنطلع مأمورية مع القوات. ففي أحد الأيام اللي طالعين فيها كان كمين للمدفعية، كان في مدينة العريش. فعايز بس أكد على حاجة، إن القوات الجوية والقصف المدفعي ده بيتم خارج تماما المنطقة السكنية، يعني لأن هو بيضرب أهداف
ارهابيه وبؤر ارهابيه، بيبقى حريص كل الحرص ان هو ما يجيش ناحيه المدنيين، ما يتمش اصابه اي من اهالي سيناء الشرفاء اللي فعلا بيساندوا القوات المسلحه في العمليه العسكريه. كنا في كمين وتم التعامل على هدف، وعشان في عدد من المدنيين موجودين في محيط التعامل مع العناصر التكفيريه، فتم الغاء المهمه بالضرب. يعني جه امر لا مش هنضرب لان في مدنيين موجودين. ودي الخطوه الاولى اللي بيحرص عليها كل جندي وضابط من القوات المسلحه في سيناء، لان ده زيه زيه، ده بيتجند زيه، ده مصري زيه، عمره ما هيواجه سلاحه ضده ابدا. هو بيستهدف عنصر وسط مدنيين، فلو في روح مدني واحد ممكن الامر كله يتلغي والعمليه كلها تتلغي بسبب الموضوع ده. هل اتكلمت مع المصابين او رحت زرتهم؟ كان في احدى الايام رحنا للمستشفى العسكري الموجوده وقابلنا عدد من المصابين. مجند يعني احكي قصته، ده اتصاب بقناصه في دراعه، فساب السلاح ومسك السلاح بالايد الثانيه، اللي هو انا مستمر في التعامل. يعني حصل كان هجوم في منطقه جنوب الشيخ زويد، وتم التعامل مع العناصر التكفيريه، فاتصاب في دراعه برصاص قناصه ومسك السلاح بالايد الثانيه، اللي هو لا انا مكمل، لان في زميله استشهد، انا مكمل عشان اجيب حق زميلي اللي استشهد وزمايلي اللي قبل كده اللي استشهدوا، وعشان امن اهلي اللي موجودين في الوادي واللي موجودين حتى في ارض سيناء من الارهاب ده. تمام. واعتقد ان انتم بتهتموا اهتمام خاص جدا بالقصص الإنسانية اللي هي بتهم القارئ أولا وأخيرا أو المتلقي في حالة التلفزيون. صحيح، لأن هو برضو المجند أو الضابط لما بيصاب أول حاجة بيقولها أنا هرجع إمتى؟ يعني اللي هو طب أنا ممكن أرجع دلوقتي؟ طب حتى لو الإصابة لم تكتمل بنسبة 100% ممكن أرجع لأرض المعركة، أرجع للمعركة تاني، أنا تمام. عايز أشارك تاني في المعركة. تمام. إلا أن القوات المسلحة برضو بتحرص على أن هو يتم شفائه كاملا. يعني ما فيش شك أنه أهالينا في سيناء أكيد برضو بيعيشوا ظروف استثنائية، وما فيش شك أن أنتوا أكيد قعدتوا تواصلتوا معاهم وسمعتوا منهم. يا ترى يا أحمد أنت تجربتك إيه في الكلام مع أهل سيناء؟ طيب، يمكن مثلا عاوز اضيف جزئيه خاصه بان مش بس المجندين عندهم قصص بطوليه، لا هي عمليه شامله، كل المشاركين فيها عندهم حماس وعندهم ايمان باللي بيحصل على ارض سيناء فعلا، وايمان بقضيه، ايمان بتطهير مصر من الارهاب. يمكن الممرضين كمان يا استاذ معتز، لما اتقابلنا معاهم في المستشفى العسكري، ممرضه جايه بطفل رضيع عنده سنتين ونص، جايه من محافظتها، قطع المسافه دي كلها، مسافة تجاوزت 400 كيلو تقريبا، علشان عمل وطني، وعندها استعداد تكمل. مع العلم العملية الشاملة عملية ليها بداية وليس لها نهاية، يعني مش معروف ما آخر موعد لانتهاء العملية الشاملة فيه. هرجع لسؤال حضرتك سريعا الخاص بالأهالي هناك. يمكن في بعض الأزمات في السلع الغذائية عشان نكون عندنا نوع من أنواع الصراحة والشفافية مع الجمهور، لكن من ناحية تانية القوات المسلحة بتبذل قصارى جهدها لتوفير السلع دي من خلال سلع غذائية بأسعار مخفضة يمكن بنص ثمنها، علشان منع استغلال جشع التجار للأزمة أو لنقص بعض السلع بسبب، يعني احنا زي ما احنا عارفين ان في عمليات تفتيش مكثفة لمنع يعني وصول خطوط الامدادات للعدو أو للإرهابيين بشكل عام. من ناحية تانية في كمان سلع غذائية مجانية بتقدمها القوات المسلحة للأهالي، وخلينا أشيد هنا بموقف الأهالي. يمكن أنا كان ليا الحظ اللي أنا تحدثت معهم من خلال مرتين أو ثلاثة نزلنا فيهم لأرض الميدان عشان نعرف الأهالي إزاي بيتعايشوا مع العملية. الناس كلها عندها إصرار وعندها عزيمة مع القوات المسلحة حتى انتهاء العملية. الناس كلها بتجمع على حاجة واحدة فقط، إحنا مع العملية لحد ما تنتهي، حتى لو هنجوع، في سبيل إن سيناء ترجع تاني بلا إرهاب نقدر نعيش بأمن وأمان، ومش هيسيبوا سيناء. يمكن دي الرسالة الكاملة اللي اتقالت لنا هناك. وتبدأ بقى صفحة يعني جديدة تماما من التنمية الحقيقية الشاملة بالفعل في هذه البقعة من أرض مصر. طيب أستاذ أحمد سنبل، وكالة أنباء الشرق الأوسط، ما تكلمنا كده عن يعني خبر أو قصة اهتميت بيها وانت هناك.
هو في حته مهمه بس دايما بنحب نذكرها وناكد عليها. هي حته احنا بنتكلمنا عن المدفعيه دايما وبنتكلم على القوات الجويه على القوات المشاركه في العمليات. في دور مهم جدا دايما كنا بنحب نذكره هو دور الصحقه البحريه. يمكن قوات الصحقة البحرية لها دور كبير جدا ومهم في تأمين الساحل لمنع ان انت يحصل عملية امداد او عملية هروب عن طريق البحر. ده كان الطبيعة على مدار الساعة في دوريات للقوات الصاعقة البحرية بتنفيذ مهام لو في أي حاجة يوقفوها. بدأ يعملوا كمان نوع من أنواع عشان خاطر يعمل خط أول، بدأ يعمل كمان ان هم ينزلوا على الساحل وينفذوا كمان جزء من العمليات لملاحقة أي تكفيرة أو أي إرهابي. فالدور هنا اصبح دور مهم، دور تكاملي، بحيث ان انا لما يكون في قصف مدفعي او في قوات جويه هو عاوز يهرب ما يعرفش يهرب، لان احنا كده خلاص انت كده متحاصر. فهو كان الهدف الاساسي من ده ان انت تبقى احكمت الحصار بحيث ان انت تقدر يعني تبقى قافل، مش هو يهرب انت بتخش تهرب. رقم واحد في العمليه الشامله هو اللي بيلعب دور مهم جدا هو المعلومه. انا بعمل معلومه، بحرك قوات على معلومه. بحرك قوات ان انا رايح هنا في تكفيريين في ارهابيين، فما فيش اي احتمال للخطا ان انا اصيب مدني. فالمعلومه هنا رقم واحد اللي بيتم التحرك القوات كلها عليها. بعض المشاهد اللي انا ما اقدرش انساها هو كنا متحركين في احد المدرعات، يعني كنا طالعين احد المأموريات او المهمة مع العمليات اللي طالعة، فبنتكلم مع احد سائق المركبة، يعني هو جندي بسيط كان مفترض يخلص في شهر يناير. قال لي انا طلبت ان انا امد خدمتي لحد ما اخلص تخلص العمليه الشامله عشان اشارك واجيب حق لو كان لي اصحابي اللي اتصابوا او استشهدوا، عايز اجيب حقهم ومش همشي لما اجيب حقهم. فبتكلم معاه فبقول له طب انت ما بتحسش مثلا بالخوف ان انت هنا مثلا انت ممكن في لحظه تستشهد او حاجه زي كده؟ قال لي يا باشا ومين لو احنا خوفنا مين اللي هيدافع عن الارض دي؟ الارض دي ارض طاهره، والارض دي احنا مش هنسيبها الا لما نقضي على كل اللي فيها. ففعلا حاجه بتديك نوع من ده. هو واحد اصلا تعليمه يعني مش بقلل من حاجه، بس تعليمه متوسط. هو يعني هو كل ما يعرفه او كل ما يملكه هو حب الوطن، وعنده ولاء كبير جدا للحاجه اللي هو بيعملها، وعنده ايمان كبير جدا بالدور بتاعه. تمام، وواضح انك انت وانت بتتكلم عن هذا الموقف ان الموقف ده اثر فيك بالظبط. وهل كتبت عنه الموضوع بالزبط. ولا خدته كده هو احنا بالنسبه لوكالات الانباء دايما احنا بيبقى عندنا جزء خاص، انت الوكاله عندنا ليها نسخه فرنساوي ونسخه انجليزي، فانت بالتالي الحاجات كلها لازم تبقى انت بتخاطب بتعمل خبر، مش بتاع يعني مش بكتب قصه، انا بكتب خبر يقدر حد يستفيد بيه سواء جوه او داخل مصر او خارج مصر. فكنا بنبدا نتناول القصص الانسانيه لازم يتم تناولها، جزء اللي هو التقرير الخبري اكتر منه، بحيث ان انت يبقى في معلومه في التقرير بتاعك او في الخبر بتاعك عن الاحداث في سيناء. وهو شغل وكالات الانباء فعلا صعب في كده، انك انت كل شويه منتظر منك انك انت تعمل سواء خبر او متابعه للخبر. بالظبط. طيب محسن ميري، هختم معاك، يعني ما بقاش عندي غير هم دقيقتين بس للاسف الشديد مع الشباب المنور ده اللي مشرفني النهارده في البرنامج. بس اللي عايز اقوله انه المفروض ان العمليه العسكريه الشامله في سيناء تمهد الطريق لتطهير هذه البقعه الغاليه من ارض مصر من الارهاب، تمهيدا لبدء عمليه تنميه كبيره جدا وشامله وجاده. صحيح. هي العمليه الشامله سيناء 2018 استكمال اصلا للعمليه لحق الشهيد، حق الشهيد واحد واثنين، وما اتتش من فراغ. احنا بيتم الاعداد ليها منذ اكثر من 3 شهور، وتمت على مراحل، وكان فيها جزء معلومات كبير جدا بناء على استطلاع حربي واستطلاع مخابراتي واستطلاع طيران ومصادر سريه، تتم لتمهيد الارض للقوات، بان القوات لازم تخش على جزء معلوماتي اكبر مما منها تخش كده عن طريق حرب شامله بدون دراسات. لا بالعكس، هو تم مرحله واثنين وثلاثه من المعلوماتيه، وبعد كده دخلنا على العمليه الشامله اللي هي بدات مع بيان القياده العامه للقوات المسلحه يوم 9 فبراير اللي فات. وفعلا هو احنا خلاص يعني ان شاء الله العمليه بتحقق نجاحات كبيره جدا على الارض، وده يمكن واضح في بيانات القوات المسلحه اللي صدرت في الاونه الاخيره. صدر 14 بيان زي ما حضرتك ذكرت. الحمد لله ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله مصر هتنتصر وهتحقق المعادله في الانتصار على الارهاب وتحقيق التنميه في ارض. بشكرك جدا، بقول لك الحمد لله على السلامه. استاذ محسن الميري رئيس القسم العسكري بجريده الجمهوريه،
ألف شكر. بشكر أستاذ بهاء المهدي نائب رئيس القسم العسكري بجريدة الأخبار، شكرا أستاذ بهاء. وبشكر الأستاذ أحمد عبد الصمد مراسل قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، ألف شكر ليك ومزيد من التوفيق والنجاح إن شاء الله يا أحمد. وبرضو بشكر ضيفي النهاردة الأستاذ أحمد سنبل المحرر العسكري لوكالة أنباء الشرق الأوسط، شرفتونا يا شباب، ويا رب دايما بالتوفيق والنجاح. وبشكركم على متابعة حلقة النهاردة من آخر النهار، إلى اللقاء.